أهلا بالمشاهدين، تستمر محطاتنا الصباحية المباشرة ونبقى في عافية المشاهد الكريم. الاهتمام بصحة العين هي أولوية كبيرة، يجب أنه على الشخص يهتم باستمرار بعينه ويتابع الدكتور حال وجود أي أعراض مرضية تشير لأسباب معينة ممكن تحدث لاحقا يعني. لذلك في صباح الشروق نولي أهمية كبيرة لعافية المشاهد الكريم وللعيون التي كتب فيها الشعراء أجمل القصائد وحلا وترحالا. نتابع مع بعض عافية عن صحة العيون، ومن ثم نعود لنبتدر أولى المساحات الحوارية المباشرة برفقتكم مشاهدينا. بالنسبة لنا نحن نعتبر العين يعني من أكثر الحواس اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم بها الإنسان، والعين مسؤولة من هي أكثر الحواس قيمة. ما بنقول يعني باقي الحواس ما مهمة، لكن العين بالنسبة لنا حتى في المخ مستلمة أكثر من نص المخ يعني في المساحة التوزيعية. مسؤولية العين هي الإبصار والنظر، وعشان تكون العين سليمة لازم يعني نقدر نحافظ عليها. ربنا حاب العين بوسائل دفاعية طبيعية من خلق ربانية، عمل لها جفون خارجية تحميها من البيئة البرة، عمل لها طبقة دموع سطحية عشان تخلي سطح العين رطب، عشان نقدر نحافظ على الوسيط الأمامي من العين إنه يكون شفاف تماما. نحن عندنا في السودان ربنا حبانا بفصل يعني بطقس صيف وحار وشتاء وجاف وخريف ورطب، دي ممكن تعمل متغيرات في سطح العين بالذات للناس اللي بيشتغلوا، لأنه أغلبها ناس رعاة وناس مزارعين. حب ننصحهم بأنه لما يتعرضوا لأشعة الشمس الخارجية يعني يا ريت يوقعوا عيونهم بنظارات شمسية الحماية من الأتربة والبيئة الخارجية. وبرضه بنفتكر أنه التعامل مع العين لو وقع فيها جسم غريب لأخواننا الرعاة والمزارعين من أتربة أو فروع الأشجار والحاجات دي، التعامل معه يتم بحرص، يعني إزالة الأجسام الغريبة عن طريق استخدام ماء نعرضها للعين بدون ما ندعك دعك شديد، لأنه لو بقى في جسم غريب صلب وممكن الدعكة تخليه يعني إذا تبقى جسم غريب في العين وعملية مضاعفات عملية غرح في الغرانيات وكذا. فإحنا دائما نفتكر إنه التعاملات بالإسعافات الأولية مهمة، لو الحكاية زادت من كده نعرض نفسنا على أقرب وحدة طبية للعيون. فبالنسبة لنا يعني أمراض العيون كثيرة، لكن الحفاظ على صحة العين أي متغيرات بالنسبة لنا من ألم، انحدار في النظر، احمرار فايت حده، حكة شديدة، إفراز من العين، دي معناته العين بقى في وضع ما سليم، محتاج انه يشوف زول مختص في العيون. ونحمد الله انه يعني اطباء العيون والمساعدين طبيين عيون في السودان متوزعين بصوره كويسه. الحكايه بتاعت نجيب قطرات من السوق ساي ونستعملها بدون وصفه طبيه من الطبيب دي قد تكون عندها مردود سلبي، بالذات في حاله عدم التشخيص السليم. يعني احنا حتى بنطلب من اخواننا في الصيدليات انه في قطرات معينه ممكن يتعاملوا فيها في حدود اللي هي قطرات الترطيب وقطرات المضادات الحيويه، لكن يا ريت القطرات اللي فيها كورتيزولات، القطرات اللي بتعالج ضغط العين كده، ما يتعاملوا بها مباشر مع المرضى بدون استشاره ورشده طبيه. فدي حاجه مهمه شديد لانه بتفقدنا يعني مشاكل كثيره انه ممكن تحصل. ويا ريت الصيدلانه والزول في الصيدليه لا يقول للمريض لو بعد يومين ما متحسن اعرض نفسك على طبيب عيون، لانه بيجينا مشاكل لو كان اتعرض علينا من البدايه بالصوره كويسه في التشخيص الامور كانت ماشيه تمام، لكن بنكتشف انه ناس باستعمال القطرات الخاطئه بيعرضوا نفسهم لعلاجات هي ما اساس العلاج الرئيسي للعين. فنحن نتمنى انه الناس رغم عن الظروف الاقتصاديه الصعبه يا ريت تتجه لاقرب وحده طبيه للعيون لمعالجه المشاكل دي. في مشاكل ثانيه ظهرت لنا بعامل التطور في الحياه، يعني اغلب بس الدراسه العمل بقى عن طريق الوسائل البصريه اللي هي التلفونات التابات الكمبيوترات، يعني ناس اي موظف في عمله بقى 90% من الشغل عن طريق الاجهزه الرقميه والحواسيب. دي عملت متلازمه اسمها متلازمه النظر للحاسوب، اللي هي الناس ممكن يتعرضوا لصداع مزمن، يتعرضوا لجفاف خارجي في العيون، يتعرضوا لامراض سطح العين. فبننصح انه
الزول اللي عمره فات الأربعين سنة احتمال يكون محتاج لنظارة توضح الشوف القريب، احنا بنسميها نظارة قراية، فدي ممكن استخدامها برضو للتعامل مع الأجهزة المرئية. ولو طلع عنده مشكلة بتاع التحسس من الإضاءة الزايدة بنصح إنه برضو الوصفة الطبية يكون فيها عاكس للأشعة عشان تحمي العين. حكاية إنه برضو الناس تستخدم التلفونات لفترات طويلة في اليوم دي عندها مشاكلها، يعني هسه بقت أغرب الأمراض اللي بتحصل بتاعت الحول الخفي وارتخاء عضلات العين وكده، مرات بنشيل يعني بنلعب فيه عبء كبير إنه الدراسة الشغل التركيز القراية كلها بقت عن طريق الحواسيب أو عن طريق التعبات. فإحنا ما بنقول إنه ضد التطور في الحياة، لكن بنقول إنه إحنا مع تطور الحياة لكن بنحافظ على العين عن طريق الأجهزة واستخدامها بصورة رشيدة وصورة سليمة. فبنمنع إنه زول يطلع على هاتفه والغرفة مظلمة لأنه ممكن دي تعمل لنا مشاكل، ترفع ضغط العين أو تعمل مشاكل تانية. حس الإنسان بأنه أول ما يبدأ يدرس أو يذاكر أو يقرأ له كتاب أو يعرض نفسه على التلفون أو على الكمبيوتر أنه بدأ يحس بصداع، دي برضو يعرض نفسه على أطباء العيون. مرات يكون نظرك ستة على ستة لكن بيكون محتاج داير تعمل تخطيط لعضلات العين، تعرف أنه عندك ارتخاء أو حول خفي أو كده، هل حول خارجي أو داخلي. فدي برضو من الحياة المهمة شديد. نسأل يعني نتمنى أنه نكون قدمنا شتة كويسة للناس، ونسأل الله التوفيق.